السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نصوبوا واحد الحريشة ديال البلبولة ديال الشعير. هنا تنحتاجوا نص كيلو ديال البلبولة رقيقة بزاف، يعني ما تجيبوش هذيك الغليظة ولا المتوسطة، يعني تنجيب ديك رقيقة بزاف. يعني انا عبرت ثلاثة ديال الكيسان من ديال العنبة، شوية ديال الملحة، ثلاثة ديال المعالق ديال زيت الزيتون، وهاد الحرشة هادي هي ساهلة ديال، يعني ما غادي تستعمل، غادي تصاوبوها في ساعة مشتعين، ما تحتاجوش شي مجهود كثير. وتندير واحد شويه ديال هذا الخميره ديال الخبز، المهم جهد معلقه كبيره، ايوا صافي. تنحتاج المدافي تنخلط به الحاشا ديالي، تنخلط مزيان، ما تحتاجوا تستعملوا يديكم، يعني تنخلط غير بهذيك المعلقه ديال الخشب، كنخلط مزيان حتى ينسجموا المكونات ويدخلوا بعضياتهم. ايوا صافي، تنخليها هنا شي ساعة الله باش غادي تختم هاد الحاشا ديالنا، وغادي تشرب الماء، ما غاديش تبقى هكا. انتوما كيف ما شفتوا كاع شربات الماء ديالها. ايوا تنجيب المقلة ديالي اللي غادي نطيب فيها. انا هنا غادي ندير جوج ديال الحريشات صغار، حقاش ما عنديش المقلة كبيرة، عندي غير دوك الصغارات. ايوا دات جوج، انتوما الا عندكم المقلة كبيرة غادي ديروها في المقلة كبيرة، يلا تجيكم هي هذيك. وتندهنها بشويه ديال الزبده مزيان، يعني ما نخلي حتى قنت ما فيهش الزبده. وتندير ديك السميده ديال الشعير باش ما تلصق ليش. ايوا تنكب النص ديال الخليط، تنعاود ندير السميده من الفوق تنقعص بها. وما تنساونيش بالتعليقات ديالكم والتشجيعات، لحقاش هما اللي تيشجعوني باش ندير لكم، يعني نجيب لكم كل جديد. وهنا تنقعصها وتنقاد دوك الجناب، تنقادها بديك المعلقة ديال الخشب النيت، ايوا صافي. تنطيبها على نار مهيلة، ما تكونش مجهدة ما تكونش متوسطة، يعني نار مهيلة باش طيب لكم، لحقاش الشعير تيبغي طياب مزيان باش ما يبقى لكش خضر من الوسط. تطيب من الجهة الأولى ونطيبها عاوتاني من الجهة الثانية، تنقعصها
تنقلبها بهاد باش نطيبوا الخبز. هي طابت من كل الجوانب، يعني من الجهه من الجهتين، يعني ما نعاود لكمش حايشه دايز هالكلام، يعني تتقدم مع الزيت البلديه ولا العسل على حسب الذوق ديالكم اللي بغيتو. وشهية طيبه.